استنفرت مختلف الجهات الإعلامية والأمنية والإدارية جهودها من أجل سير العملية الانتخابية في المملكة بصورة مثلى تليق بهذا الحدث الوطني. هي 12 ساعة متواصلة منحت لأجل المواطنين في شتى محافظات المملكة، كفوف بسطت لهم فصافحها الناخبون بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وقدمت لهم حزمة من التسهيلات جعلت من عملية الاقتراع تسير في دقائق معدودة. أبرز التسهيلات اللي قدمتها جميع المراكز تمثلت في توفير طبعا جميع الخدمات اللي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة، منها تسهيل طبعا الكراسي المتحركة لهم، عدد الكونترات اللي تراوحت أعدادها طبعا كافي للكثافة اللي لمسناها في المركز، بالإضافة إلى كبار السن طبعا توفير أيضا الكراسي المتحركة واصطحابهم إلى داخل القاعة. شغلة ثانية بعد، المركز اهتم بالأشخاص الأميين طبعا ساعدهم في أنهم يتمثلون قدام القاضي ويدلون بأصواتهم. كانت فعلا تسهيلات كثيرة لقيناها لأن شفنا الإقبال ما شاء الله كبير من أول بداية اليوم في المركز نفسه. حسن تنظيم ومعاملة خاصة لكبار السن والمعاقين وغيرهم، كان ذلك ديدن اللجنة التنظيمية لانتخابات هذا العام، فضلا عن زيادة أعداد مراكز الاقتراع في الأماكن العامة لتسهيل وصول الناخبين إليها. كل شيء مسهل يعني الحمد لله، أنا ما قصروا صراحة، اللي سمعناه كله صار، اللي يسمونه يعني أشياء يعني وايد مسهل الحمد لله، ما أخذنا خمس دقائق ما أخذنا. تنظيم وايد حلو وسهولة، والله يطرح البركة فيكم الأول والتولي. أول مرة شو الإجراءات المرة يعني بسرعة يعني ما تاخذ حتى دقائق، ما تاخذ ثواني بس أنتم إن شاء الله. تنظيم إن شاء الله محترم ما منه قصور يعني. التسهيل الحمد لله رب العالمين من الإدارة داخل والتنظيم يعني الحمد لله خمس دقائق ما صار لي يعني إنه داخل، بس كلها إجراءات سريعة والحمد لله، ما في صعوبة ولا تأخرنا ولا شيء، كل شيء يعني سهل وخلصنا، الله يوفقكم إن شاء الله. سفينة الديمقراطية تسير بقيادة عاهل حكيم مفدى، ويبحر معه أولئك المشاركون في هذا المحفل الوطني. آلاف من المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار والأطياف مارسوا حقهم الديمقراطي في هذا اليوم، آملين بمن يحمل لواء الوطن حتى ينهض بين الأمم والشعوب. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.